المرحلة القادمة أصعب والحكام يضغطون بكل الأساليب. شوف الشباب اللي معايا، شوف ايش راح اسوي فيهم. والله حماوي. انت لو جاي عارفه انت هتختاري مين، ما تتعبنيش كتير في الكلام. في الحلقه القادمه. طولك قد ايه؟ وانا مال طوله دي بالك لك، بدنا نكون جاهزين لللايف هذا، ممكن يعمل لنا شيء بلاوي في اللايف. ذا فويس السبت 9 بتوقيت السعوديه على NBC 1.